مرحبا بك. انت تصريحاتك ونشاطاتك في الفترة الأخيرة جلبت برشا اهتمامنا، حكيتوا برشا كلام نحبوا نعرفوا ونهكا شوية تفاصيل معاك. مازلنا كي شفناك زاد في ندوة مع نقابات الأمن. انت شيخ، عليك انتقادات كبيرة من طرف وبرشا ناس يشكروك. انت اليوم تحت حراسة شخصية لأنك من المهددين بالقتل. ما نعرفوش معناتها شيخ مهدد بالقتل من طرف إسلاميين ولا من طرفين، ما فهمناهاش هذه، علاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما بعد الثورة كرجل من طلبة العلم والباحثين في الشأن الديني، أحببت أن أساهم في بلادي لحمايتها من السقوط ومن الانحدار ومن الدمار. وبحكم أن في العلوم الدينية يوجد ما يسمى بعلم الاجتماع، ومؤسس هذا العلم هو زيتوني تونسي ابن خلدون. والأولوية القصوى التي نص عليه ابن خلدون أن الدول لا يمكنها أن تسقط ما دام المجتمع موحدا مع وجود الاختلاف. فأحببت أن هذه النظرية أن أسعى أن أوحد الشعب التونسي مهما بقي اختلافه. فكنت أدرس الأوضاع والخلفية الإيديولوجية، ففوجئت بأن بني وهبان أدعية السلفية الذين يتبنون تاريخيا وعلانيا، كما مثلا في شفتم في القصبة، الديمقراطية كفر، الديمقراطية استعمار. معناها التوانسة اللي يشاركوا في الانتخابات قداش من مليون كفار. الحرية تغضب الله وتدخل إلى جهنم. معناتها واحد يبدأ متعدي من الشارع الحرية يستغفر ربي، يستغفر ربي من الحرية. معناها الثورة كلها قامت من أجل الحرية. والحرية اللي خذوها هما، وخذوها هما بسبب الثورة. هم أعلنوها صراحة في القصبة بأننا ضد الحرية. فأنا سعيت أن هؤلاء أن أمنعهم من بث فكرهم ومن تدمير المجتمع التونسي ومن سلب حريته وإفساد عقيدته، وخاصة أنهم ثبت أمنيا وقضائيا وتحقيقات قطعية أنهم يملكون الأسلحة وقبض ومعهم الأسلحة ويريدون أن يفجروا تونس. لا لهنا تو نحكي، ولكن حذرت برشا من حاجات تصير نهار 17 ديسمبر ما صار حتى شيء. لا لا، معناتها أنت كبرت الحكايات بالفارق شيخ. لا لا ما صار شيء، ما حضرت. جاوا وناديوا بالحريات، ناديوا بالكفر. ما داموا يقعد في نطاق التعبير السلمي، اللي حذروا في القصبة نهار 17 لا يمكن أن أخذهم على أي شيء، في حين قبلها بأيام أنت كبرت الحكاية وخوفنا. معناتها أنا هبط، معناتها بسببك أنت شريت على الأقل 10 كيلو مقرونة أنا خبيتهم في الدار. معناتها قلت نهار 17 باش تخوض باش تخوض. ما قلت هكذا. أنا موجود المقال متاعي في جريدة لدى لذكر اسمها معروفة. قلت لابد من إنجاح الحوار. كان قبل معنا في النهار اللي عين فيه الرئيس الجديد، على الصباح الكل ما وجدوا المقال. دعوت إلى أن إنجاح الحوار ضروري. علاش؟ لأن كل المعلومات المتوفرة لدينا الميدانية أو الإعلامية أن عدة جمعيات وكل الأحزاب من السلطة، من المعارضة، من أنصار الشريعة، من الفوضويين، من رابطات حماية الثورة وغيرها، قرروا إذا فشل الحوار تلك الليلة أنهم سينزلون في 17 ديسمبر. يستغلوا الفشل به. فهذا النزول الفوضوي العالم يستغله حينئذ. لذلك أنا سعيت من قبل التحذير لمنع لإنجاح الحوار، معنى سواء في الكواليس أو في العلن، وقمت بضغط من أجل معنى إنجاح الحوار، لأن مع الحوار ومنعت وحذرت كثير من الأطراف بمن فيهم رابطات حماية الثورة من النزول يوم 17. رابطات حماية الثورة رفضت النزول. لا رفضت، استجابت. رجال الثورة بالكرم خرجوا. هم اللي صحيح به. تقول وقلت منذ لحظات المعلومات المتوفرة لدينا. من أنتم؟ كباحث أنا في كمخابرات وليد. لا لا لا، شوف المعلومة. شوف أنت كإعلامي تستطيع أن تصل معلومات لحسن بحثك وحسن علاقاتك.
كذلك نحن كمعناها رئيس قسم الامن العقائدي المعلومات اللي تجي حول اغتيالات ولا كذا، لا ما اعطيت معلومه محدده قط. دخلنا في صلب الموضوع لهناك، انت كنت حضرتنا انه الدم باش يسيل، انه باش تصير اغتيالات، انه الى اخره. معناتها قلت جاتك معلومات، من اين جاءتك هذه المعلومات؟ لا ما اقول، شوف العباره، شوف اريد كلامي ان يكون واضحا. نحن كباحثين في المركز التونسي للامن الشامل، نحن عندنا دراسة استشرافية استباقية. نقول إذا الوضع هكذا وبمعرفتنا بهؤلاء المتطرفين ممكن يفعلون هذا الشيء في المرحلة الفلانية عند الفوضى الفلانية. وقلت هي نظرة استشرافية استباقية، ليست معلومات قطعية أمنية استخباراتية، هذا شغل الأمنيين. أما نحن كباحثين خبراء بهؤلاء المتطرفين، كيف يفكرون، كيف يخططون، كيف يفعلون، ومتى يستغلون النقاط، هذا تاريخيا نحن نقوم بتلك الدراسات ومن خلالها نستنتج، فنحذر استباقا ونقدم المعلومات للمسؤولين حتى هم ياخذوا الموقف المناسب. لذلك نحن هذه المعلومات العامة. هناك من قال معلومات استخباراتية، شكون قال عليك حتى شيخ المخابرات؟ شو شيخ مخابرات؟ يعني تتعامل مع المخابرات؟ لا ماك تعرف معناتها برشا يعني سلفين. انت تذكر لما انا قلت قبل سنة ونصف انه سيقع التفجير، يعني هذا لا يوحى الي وليس قضية استخبار، وانما هذا من باب واحد يساوي اثنين. ما دام تركتموهم يكفرون، ثم تركتموهم يحرضون، فأنا قلت لكم إذا فانتظروا يا شعب تونس أنهم سيفجرون. فهذا من باب الاستشراف، هذا علم لا يحتاج إلى الاستخبارات. جهد الاستخبارات هو أخذ معلومات معينة، يوم كذا باش يصير فلان فلان يمشي يعمل كذا. هذيك تفاصيل استخباراتية ليس من اختصاصي كباحث في الشأن الأمني العقائدي. ممكن الكلام اللي هذا خلى برشا معناتها سلفيين، ولا خلينا نقولوا ما عادش نستعملوا سلفيين، برشا متطرفين شيخ يهاجموا فيك على صفحتك على الفيسبوك. مثلا جولدن بون قال لك يا فريد القبوري، يا مرتد انت واتباعك. شهيب رياض قال باع دينه بعرض الحياه الدنيا، ربي يتوب عليه. فهمتش معناتها هو بالنسبه لي هذا لا شيء. فما دعوه جاتك احمد قال اللهم ابتلي فريد الباجي بحبس البول لمده 21 يوم. طب ما انت شو دعوات قبل هذوما حبس البول 21 يوم؟ لطف يا ربي. نسال الله العفو والعافيه لنا ولكم ولجميع التونسيين. فما هناك من يلقبك فريد الباغي، دونك علاش الحمله الكبيره هذه عليك؟ والله ماذا اخبرك، في الحقيقه يعني هم يعني يخشونني كثيرا، ويعتقدون لأني كشفتهم جيدا للشعب التونسي، لأني أنا لا أتحدث عنهم كرها لهم، ولكن عن معرفة ورحمة بهم، لأنهم يسخفوني أنا، لأنهم يدمرون أنفسهم قبل غيرهم، وحسوا أنهم خسروا حاضنة شعبية بسبب كشفهم للشعب التونسي، فهذا الحقد انقلب إلى التحضير والتحذير ولعني، خاصة في اللي قبل ثلاث أيام يعني في الفيسبوك شنحكي لك، كان جاتني رسالة من صفحة اسمها قادمون بالذبح، قال لي يا شيخ، ما خليش يا شيخ، قال لي يا فريد يا باغي، والله ذبحينك ذبحينك، ومن نرى تموت كان بالسكين، وبعد يخرجوا الإعلام يقولوا نحن متسامحون، نحن نحب الشعب التونسي. ها، وفما صفحة اسمها صفحة نقابة الشعب التونسي موجود، ايش كاتبين؟ خطير، عجلوا بهذا اللفظ بقتل الزنديق، ها، مخبر أمن الدولة فريد الباجي، علانية التحريض اليومي الممنهج ضد معناها تصفيتي. لذلك حتى في القصبة لما ذكر اسمي كان أول اسم يعني. شفت السلفية ايش عملوا؟ هاجوا، زيدوا، بعد قالوا زيدوا، حقد كبير جدا. وانا اقول لهم والله العظيم اني احبهم، لذلك اريد ان انقذهم مما هم فيه من هذا.